قامت جريدة الدستور المصرية ندوة لفريق عمل مسلسل قضية معالي الوزيرة. كان في مقدمة الحضور للندوة بطلة المسلسل النجمة إلهام شاهين وندى بسيوني ومؤلف العمل محسن الجلاد والمخرجة رباب حسين. أنا مش دبلوماسية خالص ومعروف عني إن أنا صريحة، بس فعلا لو الجمهور السنة دي ما عجبوش الدراما المصرية يبقى عمره ما هيعجبه أي حاجة بعد كده، لأن دي أقوى سنة في تاريخ الدراما التلفزيونية. هذا الكم الكبير جدا من النجوم، أولا ده مش هيحصل تاني، دي أول وآخر مرة هتشوفوا هذا الكم من النجوم في وقت واحد، لأن ده مش حصيلة سنة، ده حصيلة سنتين. أنا عن نفسي سعيدة جدا بهذا العمل بقضية معالي الوزيرة. هذا العمل لما هندخل في الحلقات اللي فيها سياسة أكتر هنلاقي فيه جرأة جديدة من نوعها جدا، هنلاقي فيه يعني هيثبت لنا ان احنا فعلا كنا حتى في العصر اللي فات اللي احنا تمردنا عليه او يعني في النظام السابق اللي تمردنا عليه ان كان فيه ديمقراطية وكان فيه حرية تعبير كبيرة جدا، لانه المفروض ان الاحداث دي في ظل النظام السابق، ورغم ان احنا بننتقد اشياء كثيرة جدا في حياتنا السياسية وعلى كل المستويات، لكن هذا العمل كان مصرح به من الرقابة وما كانش فيه رفض لأي حاجة أو يعني ما طلبوش مننا تغيير أي شيء، فده شيء الحقيقة يحسب. وفي نفس الوقت أنا بشوف أن المشاكل اللي بتحصل في كل نظام أو مشاكل الشعب هي تقريبا واحدة. مسلسل أسعدني الحظ أن أنا أشتغل مع كوكبة جميلة جدا على رأسهم المخرجة الجميلة الأستاذة رباب حسين، وده أول لقاء بيني وبينها، وفي الحقيقة هي مخرجة حساسة جدا لأنها ممثلة كويسة، فبتحس وبتحب الممثل، وده شيء يسعد الممثل جدا إن المخرج دايما يبقى حاسس بيه وحاسس وفاهم كل تفاصيل المشاعر إزاي. طبعا مع ورق للأستاذ محسن الجلاد، ورق جميل، وانا عملت معاه قبل كده فيلم احنا اصحاب المطار، فده تاني لقاء مع الاستاذ محسن الجلاد، كذلك النجمة الجميلة إلهام شاهين. وانا في الحقيقة كان ليا عدة لقاءات قبل كده من وانا طالبة في المعهد، في الحقيقة عملت معاها فيلم عطشانة وعملت معاها فيلم اللعبة القذرة، وعملت معاها دلوقتي معالي الوزيرة. أنا معالي الوزيرة بالنسبة لي هو دور جديد الحقيقة. أنا سعيد طبعا أن أنا كنت موجود في وسط عمالقة ونجوم زي اللي موجودين في المسلسل، على رأسهم طبعا الأستاذ رباب حسين والأستاذ يوسف شعبان والأستاذ مصطفى فهمي ومدام إلهام شاهين وكل الناس الحقيقة كان معنا، وشباب كتير جدا، غرام وهبة مجدي وإسلام القاضي. في مثلا من أهم المشاهد اللي حصل عليها تعليقات لحد دلوقتي المشهد اللي بكتشف فيه خيانة كامل اللي هو بيعمل دوره تامر هجرس، ازاي رد الفعل ده عليا ايه، فده يمكن مشهد لفت الانظار جدا، ويومها انا سمعت تعليقات كتيرة جميلة يعني لصالح العمل وصالح الشخصية. انا ضد ان احنا نلوي دراع الدراما، لان احنا مقدمين عمل بنهاجم فيه الحزب الوطني وفي والبرلمان وازاي الناس كان الانتخابات بيحصل فيها ايه والوزارة يعني كنا بننتقد حاجات كتير، فمجيش بقى انا واقول بقى لا الثورة قامت وعملنا معرفش ايه وعملنا ايه وعمل، لا ده موضوع تاني. وبعدين اي حديث عن الثورة او اي تاريخ ليها لازم يكون نبعد سنوات عشان نشوفها كويس. النجمة إلهام شاهين خلال ندوتها الصحفية عن مسلسلها الجديد الإجابة على كل الأسئلة التي وجهها لها الصحفيين، والمتعلقة بوجود خطوط درامية بمسلسلها تتشابه مع شخصيات حقيقية بالواقع. وعبرت إلهام عن سعادتها الشديدة برد فعل الجمهور تجاه مسلسلها برغم عدد المسلسلات الكبير الذي يعرض خلال شهر رمضان الحالي. أول مرة أنا بعمل شخصية سياسية، يعني شخصية داخل الحكومة المصرية،
يعني نائبة مجلس الشعب هي واحدة من الشعب في الآخر، يعني ممكن ما تبقاش في منصب حكومي، لكن أول مرة أنا بعمل شخصية الوزيرة، شخصية واحدة جوه الحكومة المصرية. أنا بصنفها على أنها دور فعلا من أهم الأدوار اللي أنا ممكن أقدمها في التلفزيون. أنا بعمل دكتورة عبلة، دكتورة ورئيسة قسم، وبالنسبة لي ده دور جديد جدا، لأنه دور أم عندها مشكلة كبيرة قوي، مشكلة بنتها اللي بتتعرض لأزمة شرف، أزمة شرف العلاقة والعهد والوعد مع الحبيب أو الزوج اللي هي اتجوزته بعقد عرفي، وبتبتدي بتتدرج المأساة. يعني البنت بيقطع الورق وما بيعترفش بالبيبي اللي جاي، وبعد كده بتعمل عملية انها تنزل البيبي يعني، وبعد كده بيتشال الرحم، يعني تطورات ورا بعض عنيفة جدا. فده بالنسبة لي دور جديد مليان بالمشاعر الساخنة السبايسي، يعني بالنسبة لي يعني عارف ورا بعض ورا بعض مشاعر ساخنة. دور أحمد هو ابن معالي الوزيرة، هو شاب ملتزم جدا، وبعدين هو اللي بيشيل كل شغل معالي الوزيرة بعد ما هي بتبقى الوزيرة، يعني تعين وزيرة، هو اللي بيشيل كل الشغل. وعندنا مفاجأة ليه بقى في قضية معالي الوزيرة، في القضية يعني هو بيبقى طرف فيها. يعني بالنسبة لقضية معالي الوزيرة، هو المسلسل مكتوب من 2009 تقريبا، كان مفروض ينتج 2010 ويتزع 2010 أو 2011، لكن لظروف إنتاجية تم تأجيله ل 2012. وأنا من وجهة نظري أن مش مفروض كل المسلسلات كلها تواكب حدث الثورة، مع أنه حدث عظيم وجلل، لكن في مواضيع تانية كتير قوي في حياتنا، في قضايا كتير قوي في حياتنا مفروض أنها الدراما تهتم بيها، غير ان هي موضوع يبقى كل اعمالنا مركز عن الثورة. الوزيرة زيها زي اي حد، دايما الناس بتبص للشخصية السياسية بان دي يعني عندها باور، عندها قوة، عندها كل حاجة في الدنيا، ما بيبقوش عارفين مشاكلها. هي عندها مشاكل شخصية، وبعدين بنقول غلطة الشاطر بألف من خلال هذا العمل. يعني ممكن تبقى بتعمل كل حاجة صح وتيجي في حياتها غلطة واحدة، الغلطة دي تبقى هي اللي ممكن تقضي على حياتها. ويمكن ده اللي احنا بنقوله دلوقتي حاليا على ناس كتير كانوا موجودين في حياتنا السياسية، ويمكن عنده خطأ هو اعتبر من وجهة نظره ان ده خطأ بسيط او عدى او فات عليه وقت، ونكتشف انه بعد السنين هو بيحاسب على هذا الخطأ، وده اللي هيحصل للوزير. احنا كنا صورنا حوالي 15% من احداث المسلسل قبل 25 يناير 2011 قبل الثورة، لكن توقفنا، وبعد ما قررنا ان احنا نستكمل التصوير استدعاني الاستاذ هشام شعبان المنتج بتاع العمل، وقعدت انا وهو والاستاذ رباب حسين قعدت عمل علشان نشوف ايه التطورات اللي حصلت في المجتمع من ثورة وحياة كده، عشان ان اقلم المسلسل عليه. انا قلت لهم ادوني فرصة ان انا اقرأ المسلسل من جديد، فلما قريت المسلسل لقيت ان هو لا يحتمل اقحام الثورة عليه، وانا بتالي ان اي عمل مصنوع جيدا يقبل ان هو يطارد في اي زمان واي مكان.